أهلا بكم من جديد. يشارف عام 2022 على الانتهاء وسط ظلال بعيدة يتركها على مختلف القطاعات والمجالات في روسيا، ظلال وتداعيات لابد وأنها ستواصل امتدادها بتقدير الكثير من المتابعين. مركز استطلاع الرأي العام الروسي يجري استبيانا يحاول من خلاله تبيان أبرز أحداث العام المنقضي من منظور المواطنين، حيث تظهر البيانات أن النسبة الأكبر ممن تم استطلاع آرائهم يعتبرون العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أبرز تلك الأحداث، تليها تداعياتها على الحياة اليومية والاقتصاد بالتوازي مع حيثيات جائحة كورونا. فكيف توزعت نسب الاستطلاع الأخير؟ وما الأسس التي استند إليها المشمولون في الاستبيان في إجاباتهم؟ وإلى أي مدى تعكس المعطيات نظرة الشارع المحلي؟ للحديث حول الموضوع معنا هنا في الاستوديو الباحثة في مجلس الشؤون الدولية الروسي إفغينيا فويكا، أهلا بك معنا. كشفت استفتاءات الرأي العام الروسي أن نسبة الاستطلاع أو من استطلعت آراؤهم وقالوا أن أبرز أحداث العام الفائت هي العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا ومتعلقاتها فيما يتعلق بالتعبئة الجزئية أو ضم المناطق الجديدة إلى قوام روسيا هي أبرز الأحداث من منظور المواطنين الروس. إلى أي مدى تعكس هذه الاستطلاعات والمعطيات الرسمية وجهة نظر الشارع المحلي؟ نعم فعلا هذه المواضيع كانت طوال هذه السنة منذ فبراير، وهذه المواضيع أثرت على مختلف المواضيع الإعلامية والإخبارية وغيرها من الفضاءات واللقاءات الدولية والإقليمية، وكل هذه المسائل أثرت على الوضع الاقتصادي السياسي، فأعتقد أن هذه الاستطلاعات كانت في مكانها. حديثينا، ما هي الأسس التي يرتكز إليها المواطنون حين يبدون آراءهم فيما يتعلق بهذه المواضيع وفيما يتعلق بأبرز الأحداث على العموم؟ عادة الحديث يدور عن المواضيع التي تهتم بالمواطنين الروس وحياتهم وجودة حياتهم والتغييرات والعملية العسكرية الخاصة التي أثرت على الوضع الاقتصادي والعمليات والإخباري والثقافي، وبطبيعة هناك كثير من العوامل التي أثرت شخصيا بشأن تعبئة الجزئية مثلا، ولذلك غالبية الناس يعتمدون على مشاعرهم وشعورهم بشأن هذا الموضوع أو ذاك. وما دور الإعلام في تكوين هذه الصورة لدى المجتمع الروسي؟ الإعلام الروسي طبعا. بطبيعة الحال موضوع وسائل الإعلام تبث مثل هذه المواضيع والأمور وتصيغ هذه الأجندة الأخبارية والمعنويات عبر مختلف الشبكات والتقارير الإعلامية. نحن نلاحظ مثل هذه الأخبار، وفضلا هناك تقارير عدة تتعلق بعدد من شبكات الإعلام المغلقة بسبب بثها الإعلامي، وطبعا هناك شبكات في الإنترنت تعمل وتبث أخبارها، وبطبيعة الحال دور وسائل الإعلام محوري في هذه الظرفية.
التغلب على وباء كورونا، رغم أن الحديث عن الوباء والجائحة بشكل عام كان يشغل الكثير من المواقع في الفترة الفائتة التي سبقت العملية الروسية في أوكرانيا، طبعا تراجع الحديث عن هذا الموضوع رغم أهميته بالنسبة للبعض إلى المرتبة الثانية ربما وفقا لهذا الاستطلاع الذي أظهر أن 9% من الذين تم استفتاء رأيهم في هذا الاستطلاع الرسمي قالوا أن وباء كورونا والتغلب على تبعاته كان من أبرز الأحداث التي رأوها للعام الفائت. ما تعليقك على هذا الموضوع بالذات، على الموضوع الصحي وعلى موضوع الجائحة، جائحة كورونا؟ بطبيعة الحال هذا الموضوع من الأهمية بما كان، وكانت في صدارة الأجندة طوال سنتين، ومن المتعذر بما كان نسيان هذا الموضوع فورا. وفضلا عن ذلك غالبية القيود كانت ترفع بعد العمليات العسكرية الخاصة، وبطبيعة الحال كانت المشاورات بهذه الشؤون، وطبعا الناس يتعرضون إلى كل هذه التأثيرات لجائحة كورونا، وهذا المرض لم يمضي حاليا وربما تقهقر قليلا. أما الآن فيدور الحديث من سابق لأوانه الحديث عن زوال هذه الجائحة، وطبعا المواطنون الروس طبعا قالوا وتحدثوا عن جائحة كورونا كالسبب الثاني لهذه الأحداث في هذه السنة. ضم المناطق الأوكرانية الأربعة إلى قوام روسيا الذي حدث أواخر أيلول سبتمبر الماضي كما هو معلوم، كيف وجدت أنه تفاعل داخل الشارع الروسي المحلي، خصوصا أن هذه الفكرة أو هو كان من أبرز المواضيع أيضا التي جاءت في نتائج الاستطلاع التي نتحدث عنها؟ بطبيعة الحال هذه الفعالية كانت بالغة الأهمية على خلفية العملية العسكرية الخاصة، وهذا كانت كنتيجة هذه العملية وضم هذه المناطق الجديدة المحررة. وهذه الفعالية جيدة جدا، وهذا يتعلق بدونيتسك، وتم استهداف دونيتسك أكثر من مرة، والبعض يربط هذا الدم بوجود السلام في تلك الأراضي والأجندة الداخلية والخارجية. وبطبيعة الحال هذه فعالية بالغة الأهمية وتحدث الناس عنها، وفي هذه السنة هذه الأراضي أصبحت روسية، أقصد دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا، أصبحت روسية وتحدث الناس عن ذلك كثيرا. كانت هناك كثير من التنبؤات منذ عام 2014، وفي هذه السنة أصبحت هذه الأراء روسية أو جزءا من الاتحاد الروسي. وبطبيعة الحال هذه الفعالية بالغة الأهمية بالنسبة للمواطنين الروس. لكن ضم هذه المناطق فرض تحديات أمنية جديدة فيها، كان هناك تصعيد وما زال هناك تصعيد في الأوضاع الأمنية في هذه المناطق، رغم طبعا الأمال المعلقة على أن الوضع يجب أن يهدأ، الوضع ليس هادئا حتى الآن. بطبيعة الحال الوضع هناك مؤقت للغاية، ومن السابق لأوانه يتحدث عن وجود السلام، طبعاً هناك مسببات مختلفة ودوافع مختلفة ومشاكل تؤثر على عدم وجود السلام لحد الآن هناك، وكل هذا يتعلق بصيروز العملية العسكرية الخاصة والوضع السياسي العام. وطبعاً البعض يزودون أوكرانيا بالسلاح، وكل هذا يعقد الأمور والوضع الحالي. وعلى أي حال بالنسبة لغالبية الناس طبعا هناك أعمال كبيرة باستتباب الوضع في تلك الأراضي طوال هذه السنوات الثمانية الماضية من النزاع، ونحن نأمل في عدم استهداف هذا المدن وعدم إطلاق النار. كل هذا يدل على الوضع الاقتصادي الداخلي، وقبل عام 2014 وبعد هذه السنة طبعا الوضع كان صعبا جدا في تلك الأراضي. طبعا هناك أمال كثيرة وكبيرة بالنسبة لأهالي دونيتسك ولوغانسك والأراضي المحررة.
وطبعا بشأن ضمي أو التوحد مع أهالي تلك الأراضي، ونحن سوف نرى سلاما في خاتمة المطاف. وطبعا هناك كثير من الأمور يجب علينا القيام بها. ما هي الأمال التي يعقدها الروس على العام الجديد، خصوصا أن الاحتفالات به ستكون متواضعة هذا العام؟ الأمل الأكبر والأهم، وبودي أن أقول بصراحة نيابة عن الكثيرين، نحن نأمل في السلام والسماوات الهادئة. فأعتقد أن هذا التعبير في مكانه، وبطبيعة يحمل المعنى الأهم، وهذا يدل على سلام دائم مستقبلا. وطبعا هناك تغييرات في الاقتصاد لعام 2022، وكل هذا سوف يؤثر سلبا على السنة القادمة. والأمل الآخر يتمحور في التنمية الاقتصادية لاحقا دون ما أي تغييرات. وطبعا أقصد الاتصالات والحوارات واللقاءات والدمج إلى الأجندة الدولية، وطبعا الوضع العالمي السياسي. فأعتقد أن هذه الأعمال مشتركة بالنسبة للمواطنين الروس. وطبعا هذه السنة أظهرت أن كل هذه الأوضاع سلبية قليلا، ولكن نحن نعمل في السلام دائما مستقبلا ولاحقا. الباحثة في مجلس الشؤون الدولية الروسي يفغينيا بويكو، شكرا جزيلا لحضورك معنا.